طيب اللي مش واخد باله ان في حرب نفسيه بتتعمل على النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه يبقى هو مش عايز ياخد باله. واضح جدا واضح جدا ان في استهداف للاهلي واستهداف لتشتيت اذهان لاعبي الاهلي سواء فيما يتعلق ببطوله الدوري تمام، وانا ممكن اتفهم الحته دي قوي لما يكون في بعض الاعلاميين او بعض الشخصيات منتميين لنادي تاني نفسهم وحق مشروع ان هم يكسبوا بطوله الدوري بيحلموا نفسهم، خليهم يحلموا مفيش اي مشكله خالص. والبعض اللي بيحاول يشتت اذان اللعيبه والجهاز الفني والمنظومه كلها ها قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، ليه؟ لان هم اكيد نفسهم برضو ان الاهلي يخسر بطوله دوري ابطال افريقيا. اللي مش واخد باله من الحته دي يبقى اكيد مش عايز ياخد باله. احنا دلوقتي ابتدت الحرب، مش عايز اقول حرب لان الحرب المفروض ما تبقاش موجوده في الرياضه، لكن انا بتكلم دلوقتي على ارضيه الملعب، مش بتكلم على التنافس داخل الملعب، انا بتكلم على التنافس خارج الملعب وبطرق للاسف سيئه جدا. فاللي عايز يتشهر بيتكلم على الاهلي، اللي عايز الناس تاخد بالها منه بيتكلم على الاهلي، اللي عايز يتصيد كده من الاخر بيتكلم على الاهلي. ليه؟ لان الاهلي اكتر شعبيه في مصر واكتر جماهيريه في مصر والوطن العربي، فريق ليه شعبيه غير طبيعيه. فانا لو اتكلمت على الاهلي فانا الناس هتقول الحق ده قال كذا على الاهلي، لو اتكلمت كلام ايجابي فهيبقى ده الطبيعي، لو اتكلمت كلام سلبي الناس هنا ممكن ساعتها تاخد بالها مني ممكن تمام. وده اللي للاسف بيحصل، وهو بيحصل ليه؟ لان البعض بيتخيل ان بعد تعادل الاهلي مع بيراميدز فان الفرص عند نادي الزمالك المنافس للاهلي على بطوله الدوري زادت ان هو يفوز باللقب بعد غياب سنين، فهم مش مصدقين نفسهم، مش مصدقين نفسهم ان ايه ده؟ ايه ده؟ ده في منافسه بين الاهلي والزمالك على البطوله. المنافسه اللي احنا ما بنشوفهاش بقالنا فتره. كنا بنشوف فرق 20 نقطه وبنشوف الاهلي بيجي من الاخر ياخد الدوري وحاجات زي كده. لا ده الاهلي عنده ماتشات متاجله كتير والزمالك بيكسب ماتشات كتير تمام؟ وفارق عن الاهلي 7 ماتشات، فده ضغط على الاهلي. لا احنا لازم نساعد الزمالك في كده. احنا لازم ندوس على الاهلي في كده. احنا لازم نعمل حرب نفسيه وضغط مش طبيعي على الاهلي عشان نكسب الدوري، وده اللي بيحصل وما عنديش مشكله فيه. اعمل اللي انت عايزه، الاهلي مش شايفكم، الاهلي مش واخد باله منكم، الاهلي عارف هدفه وهيوصل له باذن الله تعالى. بطوله الدوري في ايد الاهلي، ده امر اكيد وامر واضح، وده اللي هم مش واخدين بالهم منه. حبيبي حبيبي الاهلي قطع عدل مع بيراميدز فخسر نقطتين غاليين، متفق معاك، ونقطتين اسهل من كده مفيش، متفق معاك، وده امر وارد في كره القدم مفيش مشكله باخطاء بكلام من ده بيحصل في الكوره مفيش اي مشكله خالص. لكن انت مش واخد بالك ان الاهلي لحد دلوقتي لو فاز بكل مبارياته المؤجله باذن الله تعالى يبقى هو المتصدر بفارق نقطتين، ففرصه ايه؟ كبير. الزمالك ناقصه كام ماتش؟ 7 ماتشات، الاهلي لسه ناقص له 14 ماتش، فلو كسبهم، نفترض الاهلي كسب كل الماتشات والزمالك كسب كل الماتشات، فهيبقى الفرق نقطتين للاهلي. طيب الاهلي تعثر مباراه واحده اتعادل فيها وتعادل مع نادي الزمالك بعد اخر جوله في الدوري في عدد النقاط، مين بطل الدوري؟ الاهلي. بايه؟ بالمواجهات المباشره، الماتش بتاع محمد شريف بتاع الفرقه كلها، انا قصدي اهداف محمد شريف يعني 2-1، وماتش التعادل في الماتش الثاني 1-1. فالاهلي هو اللي عنده الافضليه للفوز ببطوله الدوري، لكن هم مش واخدين بالهم بكده من كده، هم شايفين ان لا ده فرصهم بقت كبيره، مش مصدقين ومش مستوعبين الوضع الحالي، لان الاهلي عود الجميع على الفوز ببطوله الدوري بفارق كبير جدا من النقاط. السنه دي هل ده معناه ان في منافسه معناه ان الاهلي وحش؟ لا، معناه ان كان في ظروف كتير جدا مر بيها النادي الاهلي على مدار الموسم سواء فيما يتعلق بغيابات بضغط مباريات بتعدد المنافسات اللي بياخدها النادي الاهلي وبحجم الطموح والاحلام اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، وفي ظروف تانية كتيره جدا خدمت المنافس، بتتكلم مثلا على جانب تحكيمي، بتتكلم على ظروف ان الاهلي بيلعب في افريقيا فمش متفرغ بس للدوري، واحنا عارفين الاهلي لما بيتفرغ للدوري الامور بتختلف. فباذن الله الاهلي مكمل في مسيرته وهيحاول يحقق اهدافه واحلامه اللي متعود عليها جمهوره من خلال الحفاظ على كل الالقاب اللي فاز بيها السنه اللي فاتت، والاهلي فاز بكل الالقاب الممكنه على مدار الموسم الماضي، فالاهلي مستمر في الجزئيه دي. بالتالي تعالى لي بقى نتكلم عن شخص شخص شخص
شخص، وهبتدي بالشخصية المسلية. احنا متفقين على كده في حلقة من حلقات الأسبوع اللي فات، احنا متفقين على إن في شخصية مسلية ومضحكة جدا جدا بيستهدف دايما الهجوم على النادي الأهلي وعلى المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. وأهدافه من كده إيه؟ هو الراجل كان صريح وأنا بحترم فيه قوي صراحته. قال لك الأهلي ما شغلنيش في قطاع الناشئين، وقناة النادي ما استضفتنيش ولا فكرت إن هي تستضيفني، فأنا بهاجم الأهلي عشان كده. يعني الراجل واضح بيقول أنا مش بتاع كرة ومش بحلل، أنا ماليش في الكلام ده، أنا بصفي حسابات. فأنا بحترم فيه جدا وضوحه. لكن اللي عايز أأكده وبرضه مش هديله شرف إن اسمه يتقال في قناة الأهلي، دي وجهة نظري، ممكن زميل ليا في القناة يكون ليه وجهة نظر تانية بحترمها، لكن دي وجهة نظري إن أنا مش هديله شرف إنه يتقال اسمه في قناة النادي الأهلي. لأن هو واحد لو اتكلم بالمنطقية محدش هيشوفه، محدش هيتفرج عليه. أنا بس عايز أسأله سؤال، هي إيه المعايير اللي من المفترض إنك تقيم بيها المدير الفني؟ إيه هي؟ لما يكون موسيماني اللي هو بيهاجمه وبيقطع فيه دايما واخد توجه ضد موسيماني، حتى لو موسيماني ده جاب كاس العالم للأندية، هو مدرب وحش وجهة نظره ملهاش أي قيمة من الآخر، يعني برضه عشان نبقى واضحين مع بعض. بس إحنا لسان حال جمهور النادي الأهلي، أو إحنا دايما بنحب نتواصل مع جمهور النادي الأهلي، فالجمهور بعت لنا عدد من الفيديوهات وإحنا شفنا الفيديوهات دي وشفنا إن لازم نعلق عليها يعني. فبالتالي إيه المعايير اللي بتقيم من خلالها موسيماني؟ واحد خد دوري ابطال افريقيا مرتين، مره مع سان داونز ومره مع الاهلي، وفي طريقه باذن الله تعالى ان هو ياخد الثالثه. واحد خد برونزيه كاس العالم، واحد خد كاس مصر، واحد بينافس على بطوله الدوري السنه ان شاء الله ياخدها، واحد خد السوبر الافريقي ان شاء الله ياخد السوبر المصري، واحد بيحقق ارقام ونتائج مش طبيعيه ممتازه. هل ده معناه ان هو ده مدرب وحش، ولا المفروض ان الطبيعي والمنطقي اللي الناس العاقله بتتكلم فيه ان لا هو مدرب واضح انه كويس؟ مش معنى كده ان هو خارج او مش ما ينتقدش يعني، لا هو ممكن ينتقد، ممكن يغلط، مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد فوق النقد طبعا، لكن لازم النقد يكون بمنطقيه. ولا انت معاييرك ان المدرب الكويس هو اللي يمسك فرقه بدل ما ينزل بيها درجه تانية بس ينزل بيها درجه ثالثه، هو ده المدرب الكويس؟ انا مش فاهم، مش قادر افهم ايه العقليه دي، ايه التفكير ده؟ برضو عشان نبقى متفقين، ودي حاجة احنا اتكلمنا فيها قبل كده الأسبوع اللي فات، وقلنا إن ده واحد راس ماله الهبد، أكل عيشه الهبد، أكل عيشه إن هو يقول كلام غير منطقي عشان الناس تتفرج عليه. ده واضح ولا مش واضح؟ واضح. هي دي سياسته؟ آه هي دي سياسته. لو قال كلام منطقي محدش هيشوفه ومحدش هيعرفه. ومش معنى إن أي واحد يا جماعة لاعب كورة وكان لاعب كويس يبقى بالتالي او الناتج الطبيعي ان هو يبقى محلل او مدرب كويس، لا خالص. احنا شفنا احسن لعيب في تاريخ الكوره مارادونا الله يرحمه، كان لعيب احسن لعيب في التاريخ. هل كان مدرب كويس؟ لا كان فاشل. هل كان محلل كويس؟ لا كان محلل فاشل. هو نفس الموضوع، هو مدرب فاشل ومحلل فاشل، ما عندوش اي فكره خالص خالص تاني. فالناس اللي زي دي انا بطلب من جمهور النادي الاهلي ما تبصلهمش، ما تدهمش اي اهميه. للاسف الشديد ده واحد مر على النادي الاهلي وبيقول لك ان الاهلي بيكسب بالحظ وربنا عايز الاهلي يكسب. طبعا كل حاجه بعد توفيق المولى عز وجل، والتوفيق ما بيحالفش غير المجتهد واللي بيشتغل صح، مش بس كفرقه وكمدير فني، لا كمنظومه بالكامل. انت عديت على المنظومه دي بس ما شربتش منها اي حاجه، لان انت للاسف كنت مريت على محطات أثرت في ثقافتك بشكل أو بآخر، مع كامل الاحترام لشخصك يعني. لكن في نفس الوقت دي أمور كلها واضحة، إحنا بس بنلقي الضوء عليها وبنفكر بيها الناس. الأهلي نادي ومنظومة بتعرف تشتغل بالشكل اللي يؤدي في النهاية للنجاح. طيب هو بيتكلم وبينتقد بعض الأسماء وبعض اللاعبين بخلاف موسيماني اللي هو لازم يكون بالنسبه له أسوأ مدرب في الدنيا. هو واخد توجه خلاص، احنا عرفنا بقى الجزئيه دي. لكن اللعيبه طبيعي ان هي تغلط. الاهلي عنده لعيبه كبيره
بس لما تيجي تشوف الغلطات بتاعت اللعيبه دي قبل ما تنتقدهم، ها ممكن تنتقدهم بس قبل ما تجرح فيهم او تذبحهم، ها بص على تاريخهم مع النادي، بص على مسيرتهم ومشوارهم مع النادي، بص على بطولاتهم مع النادي. فبالتالي يا جماعه الراجل ده اللي هو راس ماله الهبد واكل عيشه الهبد، ما تركزوش معاه، سيبوه مع نفسه كده، سيبوه يتكلم مع نفسه كده يقول اي حاجه. التركيز معاه هو اللي مخليه زايد وبيتمادى فيها، ومش هنديله الشرف ان احنا نتكلم عن اسمه في قناه النادي الاهلي خالص. ادي رقم واحد. رقم اتنين هتكلم عليه، بس هروح لفاصل الاول، وبعد الفاصل نشوف بندق وكلامه على النادي الاهلي ومتابعته لمباريات النادي الاهلي، ونشوف كمان الاهداف والحرب النفسيه اللي بتحصل دلوقتي على النادي الاهلي، وهنتكلم بتفاصيل اكتر بعد ما خلصنا مين كلامنا على مين، خلاص على الشخصيه المثليه. بعد الفاصل استنوا.